نبدأ بالإيه؟ نبدأ بال يعني بعد النية البسملة. بسم الله. والتخليل بين الأصابع. هذه سنة. هذه سنة. اللي أنا عملته الآن. نبدأ. المضمضة. تأخذ الماء ترج رج. إذا استخدمت السبابة كأنها سواك، لأنه من السنن أيضا أن أستاق قبل الوضوء، لكن يجوز استخدام السبابة أثناء المضمضة 3 مرات. رج الماء رج كثير ثم أرجعه. وهذا الـ سبحان الله، الرج لا يكون قويا أو رج إلا إذا كنت صائما. أخذ بالي لأني عشان ماذا. فهنا المضمضة 3 خلاص تمضمض أهو، ثم اذا تعودت ما بين عضو وعضو اغلق المهدي بعاده. اذا تعودت ان افتح الصنبور من اول وضوء لاخر هنسى وتصير عاده ايضا. احنا عايزين العاده الاولى وليست الايه العاده الثانيه. ثم اخذ ماء استنشق، ثم استنثر. استنشق يعني اخذ الماء في فتحه الانف ثم استنثر ارجع 3 مرات. ثم الوجه من منبت الشعر حتى اسفل اللحية وما بين شحمتي الاذنين. اعمم الماء في هذه الاجزاء الغائرة، وبعدين بالذات كبير السن اللي هو في تجاعيد او في شيء يراعي هذه المسألة قدر الايه الامكان 3 مرات. لكن لا ألطم الماء لطما، يعني المؤمن يعني ليس عنيفا وإنما أليفا يعني. فثلاث مرات أو ثم اليد اليمنى بنسميها الذراع حتى المرفقين، يجوز هكذا أو يجوز هكذا. هذه مرة، هذه الثانية، هذه الثالثة، أو أضع هكذا، يعني أستبدل لأن ما دام الماء يعني موجود فيبقى أنا أذن، بس لابد من التدليك. الماء لازم يكون يبلغ هنا، ده مهم. ثم اليسار، لا أيضا. أو حتى المرفقين اللي هما الكوح هذا، ثم أخذ ماء جديد وأنثره الرأس مرة واحدة. أبو حنيفة قال يعني مقدم الرأس على قدر الليل. والله الآخرين قالوا الرأس كلها، ابن مالك قال الرأس كلها باليدين الاثنتين، والله إجازة بيد واحدة ما فيش مشكلة. ثم أخذ ماء جديدا، شوف الأذنين بقى السبابتين دول في صماخ الأذن، ده اسمه الصماخ الفتحة، خلي بالك عمار هنا، وبعدين الإبهامين من الخلف، تمام واضح الصورة. وبعدين احرك الاصبعين السبابه داخل صماخ الاذن والاذن من الخارج الابهامين زي ايه مسحت السياره، تمام بالظبط كده يعني كده مره او اتنين يعني مره واحده طبعا، ولكن احركهم بهذا القدر، تمام. عند بعض العلماء المسح على الرقبه بماء جديد قال لك ان كانت تعتبرها انت مستحب يبقى يكون ميه جديده، ان كنت تعتبرها ادب فمن بقيه ميه الايه الاذنين. والامام النووي كما قلنا قال لم يثبت يعني ايه شيء في مسح الرقبه، او لم يصح شيء في مسح الرقبه، تمام. ثم بعد ذلك ياتي الركن الاخير السادس وهو غسل
الرجلين حتى الكعبين اللي هما العظمتين البارزتين زي ما هنبين الآن. ثم الركن السادس هذا المخالف بين الأصابع والقدمين وما إلى المرفقين اللي هما العظمتين بس، وهكذا الرجل اليسرى هكذا. بعد انتهاء الوضوء كما قلنا يجوز لك ان تجفف، هذا افضل يعني افضل يعني بالنسبه للبيوت الحديثه، ويجوز لك ان تتركها كما ورد عند البعض. ثم تعتدل ناحيه القبله، تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وختم الوضوء. هذا والله اعلم.